كذا يكون ضبط معك جلتش زي ما تشوف. طبعا طريقة تدبيل الأغراض أو إنك تشيل بالحقيبة أكثر من اللازم أكثر من خمس هي كالتالي: كل اللي عليك إنك تركب الطيارة، تغير المقعد، الآن تبدأ تلتقط الأغراض زي ما أنت شايف. كذا يكون ضبط معك جلتش زي ما تشوف. طريقة الجلتش جدا سهلة، فكل اللي عليك انك تحتاج وقود وطيارة تكون يعني مقرب اللوت اللي تبي تشيله يم المقعد. الآن تنزل اللوت، تاخذ الوقود، تركب الطيارة، تغير المقعد، أول ما تبدأ تهبط تبدأ تلتقط أغراض تكون حاطها على الوقود. طبعا تضبط معك بأي مكان بأي وقت، بس كل اللي عليك الطيارة والوقود بس. هذه طريقة الشرح، ولا توقع علي بند ولا أي شيء. شكرا للمشاهدة.